نضال يشهد له بالوفاء وتضحية شباب اختاروا الحرية على العلم، وجيل جعل من يوم 19 ماي رمزا يتذكره جيل اليوم ويحتفي به في ذكراه 60. يشرفني أن أشارك في هذه المناسبة لأقدم نموذجا لطالب تمثيلا لبقية الطلاب. أتمنى أن نواصل على المسيرة وأن نكون خير خلف لخير سلف. واستسمحوني أن أقول كلمة باللغة الإنجليزية. We wish the best for all our Algerians. Students, you are the future, you are the light, you are the sun. Go ahead, I'm supporting you anyway. وزير المجاهدين الطيب زيتوني أشرف على الاحتفالات الرسمية لعيد الطالب بولاية الأغواطة، أين أراد أن يشارك الطلبة هذه الذكرى التي انطلقت من مقبرتي شهداء المقاومة وثورة أول نوفمبر، حيث وضعت أكاليل الزهور وقرأت فاتحة الكتاب ليحتضن بعدها جامعة عمار تليجي نشاطات عدة بالمناسبة. وتأكيد فخامته على الإشراقة والرمزية القوية لهذا اليوم قبل الاستقلال وبعده، وأدعو الطلبة ليستلهموا من هذه الرسالة المعاني السامية للوطنية الفاعلة، وليستمدوا منها القيم النبيلة والمعاني الجليلة للتفاني في خدمة الوطن. فأنا جزائري، أنا الثورة، أنا المستقبل، أنا الاستقلال، أنا الحرية، أنا المجد، أنا العلا، أنا المجاهد من أجل وطني، أنا العالم من أجل وطني، أنا العامل من أجل وطني، أنا الفلاح من أجل وطني، أنا التلميذ من أجل وطني، أنا الطالب من أجل وطني، أنا البناء من أجل وطني. الطيب زيتوني في زيارته أعطى إشارة انطلاق سباق الرياضة الميكانيكية، كما أشرف على تسمية عدة منشآت بأسماء مجاهدين وحضر تكريم أسر شهداء وشخصيات طويلة.